بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة لأبنائنا الطلاب، طلاب السنة التحضيرية. محدثكم الأستاذ أحمد داحش من معهد اللغة الإنجليزية والسنة التحضيرية. أرحب فيكم معهد اللغة الإنجليزية، إدارة وأعضاء هيئة التدريس. الجميع يرحب بكم في لقائنا الأول، اللقاء التعريفي للطلاب المستجدين. ونستهل لقاءنا بكلمة وكيل الشؤون التعليمية الدكتور سعيد بن صالح القحطاني. تفضل دكتور سعيد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعوني يا أخوان؟ واضح دكتور، واضح، تفضل. طيب، أول شيء نرحب الطلاب جميعا، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله تعالى أن يكون هذا العام الدراسي الجديد مفتاحا لكل خير، ويسعدنا اللقاء معكم أعزائي الطلاب على طريق العلم والمعرفة في مسيرة عام دراسي جديد. نرحب بكم في السنة التحضيرية. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ واضح دكتور، تفضل كمل. واضح. نرحب بكم في السنة التحضيرية جميعاً، وأدعو أبناء الطلاب جميعاً إلى انتهاز الفرصة للتعرف على التخصصات الموجودة في كلية ينبع الصناعية، كلية ينبع الجامعية، والمعهد التقني، واستغلال فرصة حضوركم في السنة التحضيرية في تطوير مهاراتكم في اللغة الإنجليزية والرياضيات المهارات الدراسية العامة، وانتهاز هذه الفرصة مع الزملاء جميعا. نرحب فيكم مرة ثانية، وأدعوكم دائما إلى التفاعل مع مدرسيكم وسؤال وتوجيه أي استفسارات عندكم للزملاء المتواجدين في برنامج السنة التحضيرية وأعضاء هيئة التدريس ومدرسيكم. شكرا لكم، وهذا اللقاء مع الطلاب المستجدين هو وضع لكم، نأمل منكم الاستفادة وطرح الأسئلة على الأخوة الزملاء إذا كان عندكم أي أسئلة أو استفسارات. وبارك الله فيكم جميعا، وشاكرين لكم ومقدرين حضوركم. شكرا جزيلا دكتور سعيد، شكرا. أسعد في هذا اللقاء بصحبة أبنائنا الطلاب مع نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في معهد اللغة الإنجليزية، ونبدأ إن شاء الله لقاءنا في هذه الليلة. نسأل الله أن نجعل أن يكون فيها الفائدة لأبنائنا الطلاب. أمامكم مقر معهد اللغة الإنجليزية، الجابرية 1 والجابرية 2، وأنتم الآن ما شاء الله اعتدتم على حضور المحاضرات واعتدتم على هذين المقرين. طبعاً مقر الجابرية 1 فيه القاعات الدراسية، بالإضافة إلى وجود رئيس القسم الدكتور موسى بن عبد الله الغامدي في مقر الجابرية 1. فإذا عندكم أي إشكال أو عندكم أي أمر يخص دراستكم، يعني لا تترددوا على في زيارة مكتب الدكتور موسى بن عبد الله الغامدي رئيس القسم. الجابرية 2 فيها بالإضافة إلى القاعات الدراسية كذلك وجود مدير معهد اللغة الإنجليزية الدكتور رائد بن عبد اللطيف الثمالي، ووكلاء معهد اللغة الإنجليزية الدكتور سعيد بن صالح القحطاني، وكذلك الدكتور منصور الجهني. طبعا أمامكم البرنامج أو برنامج السنة التحضيرية، وهي على مدار فصلين دراسيين. الفصل الأول كما يعني يظهر أمامكم المقررات، رمز المقرر بالنسبة للغة الإنجليزية، واسم المقرر، والساعات المكتسبة. والساعات المكتسبة هي الساعات المعتمدة في المعدل. يعني كما تلاحظون يا شباب أن يعني الوزن الأكبر في التقييم، الوزن الأكبر في التقييم. صوت واضح يا شباب؟ صوت واضح؟
واضح ابو حسن، سمعينا كويس. الوزن الاكبر في المعدل في السنه التحضيريه راح يكون في مقررات مواد اللغه الانجليزيه، وكذلك امامكم المقررات الرياضيات بالنسبه للمسار العلمي ماث 001، وبالنسبه للمسار الادبي ماث 011، وايضا مهاره الكورس الجي اس 001 اكاديميك ستادي سكيلز. وامامكم الساعات المكتسبه لهذه المقررات والساعات التدريسيه وساعات المعمل اللاب اورز. وضمن المقررات هذه ايضا ماده البي اي 001 الفيزيكال ايدوكيشن، هذا بالنسبه للفصل الاول. الفصل الثاني وعاده نسميه 002 انجلش 002، بالاضافه الى مقرر الرياضيات لطلاب المسار العلمي ماث 002، وكذلك مقرر الرياضيات لطلاب المسار الادبي ماث 12 ماث 012، ومادة الكمبيوتر سكيلز سي اس 001، بالإضافة إلى التربية البدنية فيزيكال إيدوكيشن 2 PE2. هذا فيما يخص برنامج السنة التحضيرية في الفصل الأول والفصل الثاني. أيضا يعني معهد اللغة الإنجليزية ويركز كثيرا في تدريس اللغة الإنجليزية سواء في المستوى الأول والمستوى الثاني، والتركيز على المهارات، مهارات تعلم اللغة الإنجليزية، وتتضمن مهارة الاستماع ومهارة التحدث ومهارة القراءة وكذلك مهارة الكتابة، تحصيل المفردات والتفكير الإبداعي. وإن شاء الله يعني الإخوان في المعهد مدرسي اللغة الإنجليزية سيوفرون لكم الدعم الكامل والتسهيلات الكاملة في اكتساب هذه المهارات، بالإضافة وليس بالإضافة، وإنما العامل الأول والمهم هو تجاوبكم وحرصكم واهتمامكم على اكتساب هذه المهارات. بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية، يحرص المعهد على توفير طرق تقييم مقررات اللغة الإنجليزية، والطرق التقييم متنوعة، فيها الاختبارات التحريرية، الاختبارات الشفهية واللي هي speaking test، اختبارات الشفوية والاختبارات التحريرية، وجميعها يا شباب حضورية، جميع الاختبارات راح تكون حضورية، بالإضافة إلى الأنشطة الصفية وهي الأونلاين كلاسز. الآن عندنا بعض المحاضرات في مقر معهد اللغة الإنجليزية سواء في الجابرية واحد أو الجابرية اثنين، وبعض المحاضرات عن بعد. أتمنى من جميع الطلاب الحرص على المحاضرات عن بعد، لأنها عليها درجات تقييم عالية جدا، فالطالب لابد أن يشارك مع المدرس، ليس يعني ما تسجل حضور في المحاضرة وكفى، وإنما يعني يتطلب على الطالب المثابرة والجد والاجتهاد، وإذا شيء ما أنت يعني في صعوبة مع الوقت بإذن الله، يعني مع وجود المدرسين والكفاءات العالية إن شاء الله يعني تزول العقبات بإذن الله. هذا فيما يخص طرق تقييم مقررات اللغة الإنجليزية، وإن شاء الله المدرسين يعني سوفوك إن شاء الله في القاعات بتفاصيل أكبر عن هذه الاختبارات وطبيعة الاختبارات وطبيعة الأنشطة. فيما يخص خدمات وأنشطة معهد اللغة الإنجليزية، طبعا معهد اللغة يوفر الخدمات التدريسية والتدريبية، وأيضا يوفر ما يدعم هذه الأنشطة، ومنها خدمات وأنشطة في معهد اللغة. ويعني عندنا ما شاء الله تبارك الله نادي اللغة الإنجليزية، وحسب شهادة كثير من زملائكم أو الذين سبقوكم وتخرجوا من الكلية، يعني دائما يستشهدون بنادي اللغة الإنجليزية كمقر وك يعني منصة لهم، أتاحت لهم فرصة تطوير مهاراتهم الخطابية واكتساب الثقة في اكتساب الثقة في تعلم اللغة الإنجليزية. وأيضا في دروس تقوية، وهذه الدروس التقوية مفتوحة للجميع، ولكن يكون التركيز أكثر على طلاب ذوي التحصيل الأقل، نوفر لهم دروس تقوية بإذن الله إضافية، ولكن اللي يعني اللي نحرص عليه
ونذكر فيه ونشدد عليه هو حرصكم أنتم. في العادة نسجل أعداد كبيرة من الطلاب ذوي المستويات المتدنية والذين لم يعني يحصلوا على درجات عالية في الاختبارات، ولكن نتفاجأ بحضور طلاب بحضور قليل للطلاب. فالله الله يا شباب، احرصوا على دروس التقوية، ومكاتب جميع أعضاء التدريس متاحة لكم بالإضافة إلى دروس التقوية هذه اللي بإذن الله سيتم جدولتها لاحقا. كذلك يوجد في معهد اللغة الإنجليزية مراكز الكتابة، وهذه المراكز تساعد الطلاب على تنمية قدراتهم الكتابية، وبإذن الله سيتم يعني توضيح أماكنها وإن شاء الله توجيهكم إليها ومعرفتها ومعرفة أدوارها بالتفصيل لاحقا بإذن الله. فيما يخص النادي، يعني بما أني ذكرت نادي اللغة الإنجليزية The English Club ودور نادي اللغة الإنجليزية في تطوير مستويات الطلاب خاصة في مهارات التحدث والخطابة، يسعدني أن أرحب بالأستاذ رياض القضاة. أستاذ رياض القضاة يعني قام بأدوار وأنشطة يعني يشكر عليها على مدى السنوات الماضية، وذلك بشهادة زملائكم الطلاب على دوره الفعال في نادي اللغة الإنجليزية. يتفضل الأستاذ رياض القضاة. مرحب فيك أستاذ رياض، تفضل. شكرا أستاذ أحمد، الله يعطيكم العافية. سامعيني؟ Yes, clear. Go ahead, please. يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم، وكرر الترحيب بكم في السنة التحضيرية، وأشكر الأستاذ أحمد على المقدمة الجميلة. إحنا في نادي اللغة الإنجليزية هدف السنة التحضيرية كاملة اللي هو تجهيز الطلاب ورفع مستوياتهم في اللغة الإنجليزية استعدادا لدراسة التخصصات باللغة الإنجليزية. في نادي اللغة الإنجليزية إحنا نكمل. عفوا أستاذ، تسمح لي، بالنسبة لأبنائنا الطلاب راح يكون في وقت طويل للأسئلة وطرح الأسئلة والاستفسارات إن شاء الله في نهاية اللقاء بإذن الله. تفضل أستاذ رياض. زاد فضلك، شكرا. هدفنا في نادي اللغة الإنجليزية هو استمرار للسنة التحضيرية، هدفنا هو رفع مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية. كون التعرض للغة الإنجليزية في دولنا العربية هو فقط داخل الغرفة الصفية، ارتأى قسم اللغة الإنجليزية معهد اللغة الإنجليزية أنه يوفر للطلاب بيئة ثانية لممارسة اللغة الإنجليزية. نادي اللغة الإنجليزية يقدم أنشطة كثيرة، منها من خلال مسابقات، من خلال ورش عمل، من خلال تدريب، من خلال ممارسة اللغة الإنجليزية خارج الغرفة الصفية، خارج الكتاب. من الأمثلة اللي نقدمها اللي هي مسابقة التحدث اللي نقيمها سنوياً على مستوى السنة فصلياً عفواً على مستوى السنة التحضيرية. هذه المسابقة تعطي الطلاب فرصة أنهم يطوروا مستواهم في اللغة الإنجليزية، أنهم يبنوا يزيدوا ثقتهم بأنفسهم من خلال الوقوف على مسرح أمام 700-800 شخص وتقديم خطتهم التي استعدوا لها خلال الفصل، والمنافسة على المركز الأول والثاني والثالث. وعدد المشاركين في بداية المسابقة يوصل إلى تقريبا حوالي 700-800 طالب، يتم تصفيتهم حتى نصل إلى المرحلة النهائية واللي هي فيها تقريبا 10 متسابقين، ونختار منهم 3 متسابقين. من ضمن الأنشطة الأخرى اللي نقدمها اللي هي نادي مسابقة الديبيت اللي هي المناظرة، بحيث نطرح موضوع. هذا تختلف عن مسابقة التحدث بأنه مسابقة التحدث موضوع واحد والجميع يتكلم فيه. مسابقة المناظرة هي، إذا تسمحوا لي أشارك شاشتي عشان أورجيكم بعض الصور اللي من الأنشطة السابقة. مسابقة المناظرة موضوع يطرح وتنقسم المتحدثين إلى قسمين، إما مع أو ضد، والذي يستطيع إثبات وجهة نظره بالحجج المناسبة ويتفوق على زملائه في إثبات حجته يكون هو الفائز. Excuse me, Jeff. Would you like to share your screen? Yes, I'm sharing my screen, if possible. Okay, please go ahead. I will stop my screen and you can start. Okay. هذا عينة من أحد المسابقات المناظرة. شايفين شاشتي؟ Can you see my screen, Shafiq؟ Yeah, clear. Yes. هذه أحد الصور من أحد المسابقات التي استضفنا فيها
طلاب الكلية، طلاب من المجتمع المحلي اللي موجود عندنا، وكانت مسابقة مناظرة واشترك فيها عدد لا بأس فيه من الطلاب، كانت جميلة جدا. وكان الفائزين، وكانت المسابقة بمستوى عالي في اللغة الإنجليزية، وأعطت الطلاب فرصة يتعرفوا على 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 المسابقات العالمية. من الأنشطة الأخرى اللي نقدمها أيضا عندنا اللي هي مسابقة اللي هي نادي توست ماستر، يمكن هذا النادي مر على سبق وسمعته فيه، اللي هو نادي الخطابة العالمي. طبعا هو نادي مشهور جدا، وأكثر المشاهير عالميا هم أعضاء في هذا النادي، وسبق قبل فترة فاز أحد السعوديين على مستوى العالم اسمه محمد القحطاني، هو أحد موظفين أرامكو، وفاز على في بطولة العالم. هذا النادي احنا عندنا فرع له، وطلابنا اللي بيشاركوا فيه طبعا هو شعاره Where leaders are made، حيث يصنع القادة، بعلمك اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى ثقة بالنفس، إلى احترام الوقت، إلى كل المهارات اللي يحتاجها الشخص الناجح. وزي ما حكيت لكم معظم الشخصيات العالمية موجودة في هذا النادي. عندنا من بعض الصور كمان موجودة عندنا اللي هي أحد المسابقات للسنة التحضيرية، كانت هذه جزء من الصور. طبعاً حتى مقدمين الحفل هم طلاب من طلاب الكلية. هذه بعض صور للطلاب زملائكم طبعاً من 001 و 002 شاركوا في هذه المسابقات. طبعاً بإمكانكم تطلعوا على نشاطات النادي أكثر من خلال من الفيديوهات لمشاركات الطلاب من كلية ينبع الصناعية من 001 و 002. مشاركات جميلة جدا، ونفخر فيها، ونفخر بمستوى الطلاب وباهتمامهم. وإحنا ندعوكم إلى المشاركة في أنشطة النادي. طبعا أنا ذكرت نشاطين أو ثلاث بس من أنشطة النادي، لكن عندنا مثلا مسابقات سبيلينج بي اللي تهتم في الإملاء، عندنا وركشوبس ورشات عمل تهتم في القراءة، تهتم في بالمفردات، بتحسين مستوى الطلاب في عدة مجالات. زورونا في النادي إن شاء الله، وحنعرفكم أكثر على النشاطات، ونتمنى لكم سنة مليئة بالنجاح. وأي أسئلة أنا جاهز بعدين، وزي ما حكيت لكم الهدف هو رفع مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية. أتمنى لكم التوفيق. Thank you, Shabir. You're welcome. شكرا جزيلا أستاذ رياض، صراحة تقديم رائع وكلمات رائعة جدا يعني، وعدتنا أستاذ رياض إلى أيام جميلة مع أبنائنا الطلاب، ومع يعني الاستمتاع بعروضهم وخطاباتهم الرائعة جدا يعني. بإذن الله زملائهم الآن سيكون على خطاهم بإذن الله، ويعني من حسن إلى أحسن بإذن الله يعني. على مرور الأجيال أبنائنا دائما يعني هم أهل الإبداع، وما شاء الله تبارك الله يعني إثراء يعني يثرون بإبداعاتهم وبما لديهم من ما شاء الله تبارك الله من مهارات خطابية وغيرها. من الأشياء التي يعني يقدمها معهد اللغة الإنجليزية لأبناء الطلاب في السنة التحضيرية مبادرة أرشدني، وهذه المبادرة هي شعار لجنة الإرشاد الأكاديمي بمعهد اللغة الإنجليزية والسنة التحضيرية. والمبادرة هذه يعني تبناها أو هي من بنات أفكار مدير معهد اللغة الإنجليزية الدكتور رايد الثمالي، وكذلك بدعم مباشر من وكلاء المعهد ورؤساء الأقسام. هذه المبادرة مبادرة أرشدني، تتمثل في لجنة الإرشاد الأكاديمي يرأسها محدثكم الأستاذ أحمد حسن داحش، ويشرف على المستوى الأول الأستاذ علي بن موسى حكمي، وكذلك يشرف على المستوى الثاني الأستاذ مؤيد بن عبد الله الزهراني. هذه اللجنة المباركة تهتم بأمور الطلاب وتهتم بشؤون الطلاب الأكاديمية،
وتقوم ومن مهام الإرشاد الأكاديمي استشارات فيما يخص الجداول وفيما يخص التخصصات، وكذلك الإجراءات والشؤون الأكاديمية، وكذلك همزة وصل بين معهد اللغة الإنجليزية وبين شؤون الطلاب في الحالات الطارئة مثلاً، أو في حالات بعض الطلاب الصحية والاجتماعية. اللجنة هذه دورها همزة وصل بين طلاب السنة التحضيرية وبين شؤون الطلاب في قطاع الكليات والمعاهد. وبإذن الله يعني سيتم مشاركتكم نموذج طلب الاستشارة الأكاديمية لإتاحة لكم طلب الاستشارة في أي أمر يخص شؤونكم الأكاديمية. طبعاً أعيد الأسماء المشرفين: المستوى الأول الأستاذ علي حكمي طلاب 001، والمستوى الثاني 002 الأستاذ مؤيد الزهراني، وإشراف الأستاذ أحمد حسن داعش. معهد اللغة الإنجليزية والسنة التحضيرية يتمنى لكم سنة ناجحة، سنة زاخرة بالإبداع والتوفيق، وبإذن الله إدارة معهد اللغة الإنجليزية وأعضاء التدريس في معهد اللغة الإنجليزية لن يتوانوا في تقديم كل ما هو في سبيل مصلحتكم في تطوير مستواكم سواء في مقرر اللغة الإنجليزية أو في باقي المقررات في السنة التحضيرية. الآن مع أسئلتكم، مع أسئلة الطلاب، ونستقبل أسئلتكم، وبإذن الله سيقوم أعضاء التدريس معي الأستاذ شفيق منسق برنامج السنة التحضيرية، بالإضافة إن شاء الله إلى وجود المدرسين المنسقين للمقررات الأخرى، فتفضل أبناء الطلاب بطرح الأسئلة. تفضل يا أحمد. أحمد العروي تفضل. We can't hear you أحمد. يا شباب بإمكانكم وضع كتابة الأسئلة في الشات. Guys, if you write it in the chat, that's better. يا شباب بإمكانكم طرح الأسئلة في الشات. يا شباب يمكن الافضل انه تكتب الاسئله في الشات ونحاول نجاوب عليها سؤال بسؤال زي ما تفضل استاذ شفيق. أستاذ رياض، أستاذ رياض، السؤال هو كيف في طالب سأل كيف لي المشاركة في نادي اللغة الإنجليزية؟ نعم قرأت السؤال إن شاء الله. إحنا إن شاء الله في الأسبوع حتى تنتظم يعني الجداول بشكل كامل المجموعات راحين إحنا نتواصل معكم من خلال مدرسينكم في كل شعبة ونبلغكم ببدء النشاطات في اللغة معهد اللغة الإنجليزية.
ونعلمكم في انطلاق المسابقات حتى تتمكنوا من المشاركة فيها والاستعداد لها. إن شاء الله إحنا حنتواصل معكم من خلال مدرسين الفصول، مدرسين الشعب عندكم. بالنسبة لسؤال الطالب عبد الرحمن، هل في خطة للدراسة والاختبارات؟ في خطة، وتم تزويد الطلاب بالخطة، والخطة متضمنة، خطة الدراسة متضمنة الاختبارات والتفاصيل. بإمكانك يا عبد الرحمن تسأل المدرس عن الخطة مرة ثانية إذا الخطة مهي موجودة معك، ممكنك ما حضرت الأسبوع الأول، فالخطة متاحة للجميع. كل اللي عليك تسأل المدرس يا عبد الرحمن، راح يزودك المدرس بإذن الله. طبعا يا شباب راح يكون الإجابة على الأسئلة اللي تخص بعض الأسئلة، مثلا متى تتاح دراسة البكالوريوس في الكلية الصناعية. اللقاء يركز على برنامج السنة التحضيرية وكل ما هو علاقة له علاقة بالسنة التحضيرية. بالنسبة للأسماء الخطأ، تراجع شؤون الطلاب وتوضح لهم الخطأ في كتابة اسمه. Question here, Mr. Shafiz. How long does it take a student to finish the PPU? How many semesters? It takes 2 semesters. Now, if you have just joined the college, this is your first semester. And after that, once you finish the first semester, you will have a second semester. It's unlike schools. In the schools, maybe there are 3 semesters, but we have only 2 semesters in the prep year. So in semester one, you take 001, and in semester two, you take 002. That's it. يعني مثل ما عرضنا، يعني يمكن الطالب أنس فات العرض، يعني مدة الدراسة فصلين دراسيين. وبالنسبة للاختبارات، كل الاختبارات حضورية، سواء الاختبارات الشفوية أو الاختبارات التحريرية. We don't drop a course. In the prep year, they can drop a course. سؤال الحذف والإضافة. بالنسبة للحذف في السنة التحضيرية ما في نظام الحذف، تبدأ الدراسة وتلتزم في دراستك سواء المستوى الأول ثم تنتقل للمستوى الثاني. وإذا في حالات خاصة بالنسبة للحذف، إذا في حالات خاصة راح نزودكم إن شاء الله بالنسبة للطلاب اللي عندهم مشكلة في شراء الكتاب، راجع مع مدرسك واسأل مدرسك، إن شاء الله المدرس يساعدك في الموضوع. If there's any problem with the book, just tell your teacher, class teacher, he will inform us and will help you. أخي شريك, could you pause the chat for once, like for a moment, because I see a lot of questions are repeated. Okay, you want me to stop it? Yes, because a lot of them are repeated, I guess, and then we will get lost with between all the questions. Okay. أستاذ علي. تفضل أبو حسن عامر. لو تتفضل تتكرم أبو موسى تكمل بس الأسئلة. أبشر حاضر. إذا في سؤال مو واضح نعطي الأستاذ شفيق يزودنا بالإجابة بالترجمة من ناحية. Yeah, the chat is stopped for a while. We will finish these questions and then we will open it again. So, yeah. We'll move on. احنا توصلنا عند انه الطالب اللي كان يبي يتكلم عن هذا صح الاسم الاسم لا وعدينا بعدين الاخ اللي الانسحاب صح الاختبارات الحضوريه في سؤال كان عن البكالوريوس التكميلي موجود او لا هذا في سؤال يا استاذ علي كيف اعرف مرشدي الاكاديمي هنا في سؤال للطالب كيف اعرف مرشدي الاكاديمي هذا من الطالب عادل عسيري. نعم زي ما تفضلت استاذ احمد ووضحت في البرزنتيشن قبل شويه المرشدين الاكاديميين عندنا 2 استاذ علي حكمي ماي سيلف انا محدثكم انا مرشد اكاديمي في 001 وعندنا استاذ مؤيد الزهراني 002 مرشد هناك. I will send an email to all the students with the link so they can Yes, I think we should, yeah.
Actually, we had كان في شباب ممكن لو سمحت البرزنتيشن اللي عندك يا ابو حسن بس ممكن تحطوا لنا السكانر عفوا اللي هو الرابط الكود حق طلب الاستشاره الاكاديميه. طيب يا شباب الان الكود اللي فيه نموذج طلب الاستشاره الاكاديميه هو الكود الكبير اللي على جهه اليسار. اذا عندك مشكله اذا عندك استفسار مهم جدا خاص باستفسار يا شباب محصور على استشاره اكاديميه فقط تمام. اي شيء يتعلق يعني بشؤون الطلاب بيكون مساله الماليه المكافآت نقدر نسال يعني احنا نشور الطلاب عن طريقنا، لكن الاستشاره الاكاديميه يعني تقريبا مخصص اكثر مما يكون. عندكم في اليمين الباركود لقائمه المرشدين الاكاديميين، عندكم الان في الشاشه يا شباب الباركود اللي في اليمين الصغير هذا يوصلك بالمرشدين الاكاديميين اللي هو الاستاذ علي حكمي والاستاذ مؤيد الزهراني، موجودين البطاقات حقتهم وايميلاتهم. لكن اللي عنده اي استشاره او طلب استفسار يرسل لنا عن طريق نموذج طلب الاستشاره الاكاديميه. اتمنى الان اجبنا السؤال. طبعا في اسئله يا شباب ما نقدر نجاوبها كم اجازه اليوم الوطني عادي احنا ماشيين مع هل الشباب بالنسبه لبكالوريوس التخصصات الصناعيه وسؤال البكالوريوس صراحه سؤال صعب نجاوب عليه. اتوقع ما ادري اذا ابو حسن عنده خلفيه. استاذ احمد والله هذا انا يعني ذكرت للطلاب نحصر الاسئله في برنامج السنه التحضيريه وكل ما له علاقه بالسنه التحضيريه. نعم اذا وصلوا لمرحله التخصص يا استاذ علي يسالون الاخوان في الكليه الصناعيه ايوه يجدون اللي فعل عندهم، لانه احنا تركيزنا على السنه التحضيريه وكيف نخدم ابنائنا الطلاب في السنه التحضيريه في برنامج السنه التحضيريه ان شاء الله. طيب كان في كم سؤال تتعلق بنادي اللغه الانجليزيه. معنا الاستاذ رياض كان هنا اعطانا برزنتيشن جميل جدا عن نادي اللغه الانجليزيه. راح يتم يا شباب اختاركم زي ما تفضل استاذ رياض عن 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 طريق المدرسين، راح يجي المدرس ويخبركم عن نادي اللغه الانجليزيه. لكن احب اوضح يا شباب انه الاماكن محدوده، خاصه اذا كنت حتشارك في مثلا على سبيل المثال سبيتش كومبيتيشن او اللي هي الخطابه او المناظرات، اذا كنت حتشارك في شيء من هذه احرص انك تكون اول ما تسمع بنادي اللغه الانجليزيه تسجل عن طريق المدرس حقك، ضروري جدا انه تسجل عن طريقه لانه الاماكن قد تكون محدوده جدا، وزي ما انتم عارفين ما احنا في الايام العاديه ما نقدر نستوعب عدد كبير. سؤال ثاني، هل تكون دروس تقويه الطلاب في المعهد التقني؟ حسب العدد المطلوب ان شاء الله وحسب توفر المدرسين. الشباب الريميديال كلاس او دروس التقويه ان شاء الله نحاول نطبقها قدر المستطاع، لكن اللي يحصل انه احنا وحصل سابقا كثير انه احنا نجهز ونحرج من بعض المدرسين اللي عندهم جداول مليئه يعني بساعات التدريس ونسجل ونسوي برنامج بس للاسف ما في عدد كافي يحضر والطلاب ما ينتظرون. فاذا احد يبغى بالنسبه لدروس التقويه ان شاء الله راح نخبركم عنها، راح يخبروكم المدرسين عنها، لكن مهم جدا انه اللي بيسجل يكون حريص على الحضور ويحاول ينضبط يعني ولا اوكي. شكرا استاذ علي، شكرا استاذ علي، شكرا ابو موسى الله يرضى عليك. في اسئله بخص في كتاب الرياضيات للطلاب الجدد، انا ما ادري هل في احد من الزملاء في قسم الدراسات العامه. Is there anyone from the math department, any teacher with us? If there is any teacher, please raise hand so we can get it. All right, for the math books, you should ask your class teacher and he will tell you, you can buy it online. You need to buy the math codes for that. And you can ask your teacher, he will give you the link for that. بخصوص الانترنت والمشاكل بالنسبه يعني الطلاب اللي في السكن يواجهون مشاكل في حضور المحاضرات عن بعد، باذن الله يعني يتم
يعني نقل المشكلة هذه لمدير معهد اللغة الإنجليزية ولوكلاء معهد اللغة الإنجليزية، وإن شاء الله نشوف يعني هل في حل بإذن الله، يعني يتم نقل هذه المشكلة ويتم التواصل معكم بإذن الله. في مجموعة من الطلاب قدموا الموضوع هذا في الخطاب، وبإذن الله يتم يعني التواصل معهم والتعامل مع هذه المشكلة بإذن الله على حسب المتاح وعلى حسب المستطاع بإذن الله. الاختبارات، كل الاختبارات سواء التحريرية أو الاختبارات الشفوية، كل الاختبارات حضورية، جميع الاختبارات حضورية. They're asking for the vacation again. It's Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. بالنسبة للتخصصات بإذن الله يعني الآن ما زلنا في بداية الفصل الدراسي، إن شاء الله في منتصف الفصل يكون فيه لقاء بإذن الله تنسيق لدعوة أحد الناس الزملاء المختصين في شؤون الطلاب فيما يخص التخصصات، ويتم لقاء مفتوح بخصوص التخصصات وتزويدكم بتفاصيل اختيار التخصص. طبعا عندكم يا شباب عندكم الكود بالنسبه للتقدم بطلب الاستشاره الاكاديميه، في حال عندك سؤال او ما تم اجابتك الان في اللقاء التعريفي بامكانك تتقدم بطلب الاستشاره الاكاديميه وتزويدنا بالاستفسار، وان شاء الله يتم الرد عليك باذن الله. هل يوجد اختبار تحديد مستوى اللغه الانجليزيه بالكليه؟ Mr. Shafiq, is there any placement test for new students? No, this time we don't have any placement test. So the only way you can get exemption if you have IELTS or TOEFL. So there is no test at this stage. Everybody goes to 001, but if you have IELTS or TOEFL, you can bring it to us in the office or ask your teacher, he will send it to you. He will send you to us and then we will process your case. شباب اللي عنده شهادة اختبار الايلتس ولا اختبار التوفل، اذا اللي عنده شهاده يتقدم لمكتب منسق البرنامج السنه التحضيريه الاستاذ شفيق، احفظ الاسم الاستاذ شفيق، هذا منسق برنامج السنه التحضيريه، اذا عندك شهاده في الايلتس ولا عندك شهاده في التوفل وتبغى انترناشونال سكول او شهاده من المدارس العالميه. But if you have studied in international school, you can also bring the certificate here. فيما يخص اختبارات الماث ممكن تسأل المدرس، لأنه للأسف ما يعني كنا قدمنا الدعوة للمدرسين الرياضيات، لكن يبدو يعني توقيت محاضراتهم تصادف مع أو صادف وقت اللقاء التعريفي، لكن تسأل مدرسك إن شاء الله بكرة ويزودك بالخبر اليقين بإذن الله. فيما يخص التقوية إن شاء الله يتم بعد الاختبارات والتعرف على مستويات الطلاب، يتم التواصل مع الطلاب ذوي المستويات المتدنية وبإذن الله تقديم الخدمات الكافية لهم، أهم شيء حضورهم والتزامهم في دروس التقوية. والله الأمن السيبراني، والله ما بالنسبة للدورات هذه ممكن يكون في دورات لها علاقه بالامور هذه، لكن حاليا ما عندنا تركيزنا الكامل على المقررات في السنه التحضيريه. التركيز الكامل على تاهيل طلابنا في السنه التحضيريه ومساعدتهم على تجاوز المستوى الاول والانتقال الى المستوى الثاني وبعد ذلك الى مرحله التخصص. We could not do English test because okay. of the situation, like the Corona situation. So therefore, there was no English placement test. So we are sorry for that, but it's not in our hands, you know. أشكر جميع الطلاب، أشكر الحضور الطيب، أشكر الزملاء أعضاء التدريس على المشاركة وعلى تواجدهم معنا، وأيضا أشكر أبناء الطلاب على حسن استماعهم وعلى تفاعلهم. هذا اللقاء الأول يا شباب، بإذن الله يتم يعني جدول اللقاءات إن شاء الله أخرى حسب احتياجات أبنائنا الطلاب، وبما أن الآن الدراسة حضورية فبإذن الله سيتم اللقاء يعني التواصل معكم بشكل مباشر وتزويدكم بكل ما هو متاح من خدمات تدريبية وتدريسية في معهد اللغة الإنجليزية. الشكر الجميل أبو حسن. تفضل أبو حسن،
السلام عليكم. تفضل. الله يسلمك. بس بدي أتكلم بموضوع المطعوم الثاني، إنه إحنا في وجدنا كم حالة من الطلاب للأسف مش ماخذين المطعوم الثاني، وطبعاً هذا مخالف للنظام. إحنا حنتواصل مع الطلاب بشكل شخصي اللي ما أخذوا وداوموا موجودين يعني معنا في المطعوم الثاني، حنتواصل معهم لأخذ الإجراء المناسب من قبل الإدارة. وبأكد موضوع الكمامات، لأنه لاحظنا كذا طالب بيمشوا من غير كمامات، سواء في غالبهم طبعاً في الأسياب، فبنأكد على هذا الموضوع في هاي المرحلة اللي احنا فيها، على عسى الله ان شاء الله يرفع عنا البلاء. وشكرا. شكرا جزيلا ابو زيد، شكرا جزيلا على يعني إثارة هذه النقطة المهمة والتطرق الى هذا الامر المهم جدا. فعلا يعني نحتاج يعني حرص الجميع منا كاعضاء التدريس ومن ابنائنا الطلاب فيما يخص الكمامة والاحترازات والحرص على اخذ الجرعتين. شكرا استاذ الله. الله يبارك. شكرا جزيلا للجميع لإدارة معهد اللغة الإنجليزية أولا على إتاحة هذا اللقاء بأبنائنا الغالين على قلوبنا طلاب السنة التحضيرية. الشكر موصول لأعضاء هيئة التدريس ولزملائنا وعلى تواجدهم معنا وعلى تقديم كل ما لديهم من ما شاء الله تبارك الله من جهد وفير في سبيل إثراء أبنائنا الطلاب. أشكر الجميع بدون استثناء. شكرا جزيلا وإلى لقاء قريب بإذن الله، ونسأل الله العلي العظيم أن يسدد خطانا ويوفقنا جميعا إلى الخير. For the math test, you can ask your teacher. There are some tests online and some tests will be on campus. So don't worry about that. Thank you very much, guys. Take care and have a nice evening. Bye bye. Thank you. Thank you, Shafiq. Thank you, Mr. Ahmed. Have a nice evening. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.